السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله وبركاته. الذي بنعمته تتم الصالحات، بفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين، نبي الرحمة وإمام الهدى، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأساتذة الأفاضل، الأستاذات الفضليات، الحضور الكريم، كل باسمه ومكانته العلمية. خير المطالع ومبتدأ الكلام، أتقدم بكل مشاعر الإجلال والاحترام للحضور الكرام، فنحن اليوم نسعد بكم كما نسعد بثمار وعطاء أساتذة أفاضل أستاذات فضليات من خيرة الباحثين والعلماء والخبراء في هذا الاحتفال البهيج بمناسبة إطلاق معجم منصة يريد الدولية في المصطلحات التربوية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة. المعجم الذي نحتفي بتدشينه اليوم هو من فئة معاجم المصطلحات العلمية والفنية التي لها أهميتها البالغة، فهي تساعد الأشخاص المهتمين بالمجالات التربوية والنفسية على فهم المفاهيم والمصطلحات التربوية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة. كما تساعد هذه المعاجم والطلاب والباحثين على فهم النصوص العلمية بشكل أفضل، وتمكنهم من التواصل بشكل أكثر فاعلية مع الخبراء والعلماء في هذه المجالات. بالإضافة إلى ذلك، تعد هذه المعاجم مرجعاً مهماً للترجمة، حيث تتيح للمترجمين فهم المصطلحات المستعملة في اللغة الأصلية وترجمتها إلى اللغة المستهدفة بدقة وموضوعية. وأجدها فرصة سانحة من هذا المنبر أن أتقدم بالشكر الجم والتقدير الأتم لهذا الفريق البحثي العلمي الرائع الذي اشترك في إنجاز هذا المعجم، الفريق الذي احتضن التحديات بحماس وتصميم، وتمكن بمهاراته في الصمود وحل المشكلات أن يتغلب على العقبات ويحقق النجاحات تحت راية قيادة استثنائية ملهمة بمواقفه الإيجابية وتفاؤله الفريد وإرشاداته البناءة. وأقدم الشكر العاطر والتقدير الوافر لأعضاء فريق المراجعة اللغوية الرائعين على جهودهم الدؤوبة ودعمهم الثابت من أجل إتمام هذا المعجم، والذي تكون من 5 أساتذة من قسم الترجمة والتدقيق اللغوي بالإضافة إليه، وهم الأستاذ الدكتور صالح فليح زعل المذهال، عميد كلية اللغة العربية وآدابها جامعة الإسلامية بمنوسيتا أمريكا، الدكتور بدر الدين الزيتي جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس ومدير مجلة ناموس للفقه والقانون والقضاء المغرب، الأستاذ خالد فتحي الأغا باحث دكتوراه في البرمجة اللغوية العصبية وماجستير في العلاقات الدولية وعضو رابطة المسلمين وعضو الهيئة العالمية للفقهاء، الأستاذة ميمونة عبد الملك بنتن محاضر وأستاذ التحرير والمهارات الكتابية والأدب السعودي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الملك عبد العزيز بجدة المملكة العربية السعودية. فلهم مني فيض شكري ووفور تقديري على ما بذلوه من جهد كبير في المراجعة اللغوية في مدة وجيزة. أود أن أوضح أن المراجعة اللغوية لهذا المعجم مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى قسمت فيها مادة المعجم على أعضاء الفريق 5 بحسب الحروف الهجائية لمراجعتها لغويا وتجويدها من حيث سلامة الصياغة ووضوح الأسلوب وتصويب مادة المعجم نحويا وإملائيا وطباعيا ومراعاة علامات الترقيم، وكذلك التأكد من صحة الترتيب للمداخل والتنبيه إلى استكمال المقابل الأجنبي لبعض المصطلحات العربية. ثم تعاد هذه الأشياء إلى الفريق ليتمكنوا من التصويب. أما المرحلة الثانية فقد تولى فيها أستاذان المراجعة اللغوية النهائية للمعجم بأكمله، الذي روجع من قبل الأساتذة جميعهم استعدادا لتسليم العمل لرئيس فريق العمل. وأختم كلمتي بهذه الأبيات الشعرية التي نظمها الشاعر المبدع الأستاذ خالد فتحي الأغا، والذي يغيب عننا في هذا المجلس أو اللقاء. هذه الأبيات تؤكد على أهمية المراجعة اللغوية
والتدقيق اللغوي للأبحاث العلمية والأعمال الأكاديمية. إذا غامرت في طلب المعالي فنيل العلم مرقاة النوال، وأشرف ما أتى في العلم قدرا بعيد الذكر والسنن العوالي، علوم في لسان الضاد قامت مقام القدح من حد النصال، يقوم كل لحن من بنيها وحسن القول يسري في الفعال. ودونك زهرها لو كنت تدري وذاك الزهر عنوان الجمال، ففن النحو إن أقبلت عذب وفن الصرف يعلو عن مثال، وفي فن المعاجم إرث حر وكنز للنفائس والغوالي، وما الإملاء والإنشاء إلا كتنضيد الجواهر واللآلي. لعلي أريد أصوغ شعرا ببعض الشكر في حسن المقال، ستهدي معجما كفريد در وينثر في اليمين وفي الشمال، وهذا الكنز لا يفنى ولكن يخلد ذكره في كل حال. أشكر لكم حسن استماعكم، وأسأل الله العظيم أن يوفق القائمين على إنجاح هذه الاحتفالية والمشتركين بكلماتهم ومداخلاتهم، ويديمهم رافدا للخير والعطاء والحضارة والبناء في ظل المخلصين الأوفياء. وفق الله الجهود وحقق لنا المقصود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.